بخطى متثاقلة وبعصاه التي لزمته منذ أن فقد البصر، يبحث عمي عبد القادر كل صباح عن طريقه المحتاد ليصل إلى هذه الأشجار ليرويها من العطش. فقد أضحت جزءا هاما من حياتها الذي دأب عليه منذ سنوات. أنا صباح نخرج من صباح عندي شوف حصاتي هكذا ونتبع تريطوار ونمشي نجيب الجريكة هذيك ونجي هكذا نمشي للشجرة نلحق شوف نمشي نتبع غير تريطوار كي نحس بروحي راني لحقت لهنا لحقت ندور على حساب وراني غير كي نلحق ليها نخمس من ونجي رابط لهذو الشجرات نغرسهم أنا نسقيهم ومن بعد نروح نجيب لهم واحد القادو ما غير صغيرة هكذا نلم عليهم التراب كي نشوفهم راح ينشفوا ندير لهم الوجب. والله يا عبد القادر هذا وقسيمه بالله مكفوف والخدمه تاعو خير منا رانا صحاح وما نخدموش كيما هو. والله ما نخدمو كيما هو، ينوض في الليل انا لقيته يصلي الفجر يصلي الصبح تاعو الصبح وينوض يجي في الجيريكا ويجي لهذا الشجرات عندها جنه ان شاء الله ونخدموا بلادنا ماشي نفرطوا فيها. يرى عمي عبد القادر أن عمله الإنساني لن يكتمل إلا بزرع القيم الأخلاقية في قلوب الصغار، الأمر الذي لاقى تجاوبا منقطع النظير لتكتمل صورة الخير في أرقى معانيها. يكون يخدم ربي يعاونه، يخدم بنيته ربي يعطيله الشجاعة ويزيد يعاونه في الوجب. أعوذ بالله من كلمة أنا نخرجت عن نوع الشجرات من قدامنا منه ذري الصغار هذوك كيشوفهم راح يخسروا شجره نلغاهم ارواح جيبوا لي الوقت هذوك تعاونوني في الشجره هذه. نشوفوا يوميا صباح يروح يسقي الشجر يروح للجنينه تاعو فاني يسقي فما واش غارس فما فاني غارس الشجر غارس العنب غارس كلش. يقولنا كيصيب كش من واحد يواسي في ورق تاع الشجر ولا يقولنا بلي ما تنحوش الورق تاع الشجر. قد يكون عمي عبد القادر كفيفا فاقدا لنعمة البصر، لكنه لم يفقد يوما نعمة البصيرة، فجل سبحانه من زرع حب الخير في أبسط خلقه.